ولمناقشة هذه التطورات الميدانية ينضم إلينا مباشرة من شبوة موفدنا صلاح العاقل. صلاح، هل هناك أي مستجدات على الساحة الميدانية في شبوة الآن؟ نعم، رسميا أعلنت ألوية العمالقة سيطرتها التامة على نجد مرقد واللواء 153 مشاة في مدينة العين التابع للمحور بيحان القتالي بعد معارك ضارية. طيران التحالف شن عدة غارات استهدفت آليات وقناصة لميليشيات الحوثي كانت تتمركز في مرتفعات وأشعاب ومناطق متفرقة على مدخل مدينة عين. طبعا الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة قبل ساعتين من الآن أبلغتنا بأنها استخرجت ما يقرب 5000 لغم أرضي زرعتها الميليشيات الإنقلابية فقط في مدخل مدينة عين، ناهيك عن الآلاف من الألغام التي لا زالت منتشرة على أطراف وجنبات مدينة عين وبيحان وباقي المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. لا زالت المعارك تدور على مشارف مدينة عين بعد أن سيطرت أيضا القوات الجنوبية التابعة لألوية العمالقة على المجبجب وأيضا مدينة الساقة. هناك أيضا تعزيزات عسكرية دفعت بها ألوية العمالقة الجنوبية صوب اقتحام مدينة عين. أعتقد بأن الساعات القادمة ستكون أو ستحمل معها بشائر النصر والتطهير الكامل لمدينة عين، آخر المواقع التي لا تزالت تتمركز فيه أو فيها ميليشيات الإنقلابية الحوثية في محافظة شبوة. شكرا جزيلا لك صلاح العاقل، موفدنا إلى شبوة.